بعد ما شفنا الفيديو بتاعنا، الفيديو التعريفي عن الأكاديمي، يلا بينا نبدأ حصتنا النهاردة. طيب احنا حصتنا النهاردة هندردش فيها كده شوية، لكن هناخد جزء برضو من المنهج بتاعنا. تمام، يلا بينا، هعمل شير، سامعيني؟ يلا بينا. طيب النهارده ان شاء الله يا حبايبي هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا في المنهج بتاعنا في مادة المهارات المهنية، وهو الموضوع التاني بعنوان دعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع. طيب هو احنا يا مس الحصة اللي فاتت، اللي حضر معايا الحصة التجريبي، اتكلمنا عن الحقوق والمسؤوليات، وعرفنا الحقوق داخل المدرسة ومسؤولياتنا داخل المدرسة، تمام؟ واتكلمنا عن القواعد المدرسية، يعني الحاجات اللي المطلوب مننا أو المفروض علينا إن احنا نتبعها نعملها، دي اسمها القواعد، تمام؟ أنا حابة بس نفتح الكاميرا، حابة أتعرف عليكم. يلا يلا يا حبايبي، نحاول نفتح الكاميرات كده عشان أشوفكم. يلا يا إلاف، يلا يا حبايب، يلا نجهز كده ونفتح الكاميرا قبل ما نبدأ. تمام، اوكي بي، يلا بينا. طب دعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع، طب يعني ايه كلمة دعم؟ دعم يعني المدرسة بتقدم لي مساعدات، المدرسة بتقدم لي مساعدات، بتقدم لي حاجات كتير قوي. طيب يلا بينا كده نشوف هي المدرسة ممكن تقدم لنا دعم ازاي. طبعا احنا مدرسة الكترونية كمان، يعني نفس اللي بتقدمه لنا المدرسة الحضورية، الحضوري، نفس اللي احنا بنقدمه في المدرسة الالكترونية. طيب تعالوا كده نشوف ازاي المدرسة بتقدم لي الدعم. بيقول لي ان المدرسة بتقدم لي الدعم يا اولاد من خلال الاشخاص التي تعمل في المدرسة. طيب يا مس، مين هم الأشخاص الذين يعملون في المدرسة؟ يلا بينا كده نشوف. هنتكلم عن أول شخص موجود في المدرسة، وهو أمين مكتبة المدرسة. هل في مدرسة ما فيهاش مكتبة؟ ها؟ المدرسة يعني العلم والمعرفة. هل في مدرسة مش موجود فيها مكتبة علشان تعرفني العلوم المختلفة؟ نعم يا رودي، عايزة تقولي إيه؟ رأيك ليه؟ رودي، عايزة تقولي ايه رودي؟ ركزي معايا. طيب ماشي، يبقى انا عرفت كده ان امين مكتبة المدرسة هو الشخص اللي بيكون موجود داخل مكتبة المدرسة، والمكتبة دي يا مس فيها كتب وموسوعات. تمام، موسوعات يعني مجموعة كتب بتتكلم عن موضوع معين، موضوع واحد معين، بنسميها موسوعة. تمام يا ولاد، إنما الكتب الصغيرة بنسميها كتب، إنما الموسوعات دي يا مس موسوعة، يعني مجموعة كتب بتتكلم عن موضوع معين، كتب كتير بتتكلم عن موضوع واحد، خلاص دي اسمها موسوعة. الكتب والموسوعات ومصادر المعرفة الأخرى زي الأبحاث، المقالات، كل ده ايه موجود في المكتبة. تمام، مين اللي مسؤول عن كل ده يا مس؟ أمين مكتبة المدرسة. يعني أمين المكتبة ده شخص بيعتني بالكتب والموسوعات ومصادر المعرفة، أيوة، عشان كده اسمه أمين المكتبة. تمام، بيساعد كمان التلاميذ في العثور على المعلومات، يعني مش بس هو موجود يا ولاد في المكتبة علشان يحافظ على المكتبة، لا، ده بيساعد كمان
التلاميذ ان هم يحصلوا على المعلومات. يعني روان لما تروح المكتبة وعايزة تعرف او تاخد كتاب بيتكلم عن شخصية معينة، طه حسين مثلا، تمام، هتسأل مين؟ امين المكتبة. مريم راحت المكتبة علشان تاخد كتب بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي، تمام، هتسأل امين المكتبة، هو اللي بيساعدها على العثور على ايه؟ المعلومات. اتفقنا يا ولاد؟ ليه قافلين الكاميرا كلنا؟ ازعل منكم كده، انا حابه اشوف. يلا عشان لما اجي اسالكم كده في نهايه الحصه او ما بين النقاط الاقيكم كده مركزين معايا. يلا نفتح الكاميرا. طيب يبقى مين اول شخص اتكلمنا عليه؟ هي رودينا رضا. هي رودي، اتكلمنا عن مين؟ أمين المكتبة. امين المكتبه. برافو عليك. طيب هو مسؤول عن ايه امين المكتبه؟ مسؤول عن ايه؟ هي رودي. طيب يلا يا إله، مسؤول عن ايه امين المكتبه؟ يلا يا لولي. مسؤول عن عناية بالكتب ومصادر المعرفة الأخرى بالمكتبة، برافو. وبيساعدها وبيساعد التلاميذ في العثور على المعلومات. برافو عليك، جميلة ممتازة. طيب يلا بينا كده نتكلم أو نشوف شخص تاني من الأشخاص اللي بيساعدوني في المدرسة. المعلمون. المعلمون يا مس، إيه دورهم؟ هم الذين، ها، بيعملوا إيه يا مريم؟ قوليلي كده، مريم أحمد، المعلمون بيعملوا إيه يا مريومة؟ المعلمون يجهزون المواضيعات المختلفة التي سيتم تدريسها في الفصل. برافو. المعلمون يجهزون الموضوعات المختلفة التي سيتم تدريسها في الفصل. بيشرحوا الدروس، بيجهزوا الموضوعات. طيب بس كده؟ بيصوبون عمل التلاميذ، بيصححوا الواجبات، بس كده؟ لا، المعلم والمعلمة يا ولاد دورهم مش بينتهي عند تصحيح الواجبات، شرح الدروس. لا يا لوجين، المعلم والمعلمة كمان دورهم بيتعدى ذلك، إن هما بيساعدوا التلاميذ على مواجهة المشكلات. لو لجينة عندها مشكلة تسأل المس والمس بتحلها لها، تمام؟ إياد عنده مشكلة بيسأل برضو المستر أو المس، وهما بيبدأوا يوجهوه للصواب. يبقى بيساعدوا التلاميذ على مواجهة المشكلات، مش بس بإيه؟ بيشرحوا الدروس أو يجهزوا الموضوعات أو يصوبوا الواجبات، لأ دورهم بيتعدى ذلك. تمام يا ولاد؟ يبقى عرفنا إزاي المدرسة بتقدم لي الدعم عن طريق الأشخاص الذين يعملون في المدرسة، مثل المعلمون وأمين المكتبة. أخدنا إيه كمان؟ يلا بينا نشوف عندنا مين تاني. مدير المدرسة. هاي أروى، مين هو المسؤول الأول عن المدرسة؟ هو المدير. يا مس، هو المدير مسؤول عن التلاميذ بس؟ لا، ده مسؤول عن المعلمون وكل العاملون في المدرسة، مسؤول عن كل حد يا ولاد بيشتغل في المدرسة، عن عمال النظافة، عن المعلمون، عن التلاميذ، كل الناس اللي بتشتغل في المدرسة هو مسؤول عنه. تمام؟ يبقى مين المسؤول الأول؟ لو جالي سؤال في الامتحان اختر. ها يا أروى، المسؤول الأول عن المدرسة. أروى اتفضلي يا نعم أروى، معلمتي. من هو أيسا، المسؤول؟ نعم سامعاني يا أروى كويس يا حبيبتي؟ عمو، سمع حضرتك معلمتي. من هو المسؤول الأول عن المدرسة يا أروى؟ مدير المدرسة. برافو، مدير المدرسة، شطورة. هل مدير المدرسة بيشرف بس على التلاميذ؟ لا، بيشرف على جميع العاملين في المدرسة. كمان يا ولاد هو اللي بيتأكد إن كل فرد من أفراد المدرسة بيتبع القواعد. كمان يعني إيه قواعد؟ يعني القوانين، تمام؟ يعني الحاجات اللي المفروض نعملها، الواجب اتباعها.
يتأكد من اتباع كل من بالمدرسة لقواعد العمل يا ساندي، إن كلنا بنسمع الكلام وبنتبع القواعد، سواء المعلمون، سواء التلاميذ، سواء أمين المكتبة، سواء عامل النظافة، كل الناس اللي بتشتغل في المدرسة. تمام؟ يبقى من هو المسؤول الأول عن المدرسة؟ مدير المدرسة. ماشي يا حبايب قلبي؟ طيب مين كمان يا مس بيشتغل في المدرسة؟ نور فتحي. هيا يا نور، لسه قايلين اهو، عامل النظافة. تمام يا نور؟ عامل النظافة يا عمر مسؤول كمان وموجود في المدرسة، بيشتغل في المدرسة، بيحافظ على النظافة. ده احنا من غير عامل النظافة يا ولاد المدرسة هتكون فوضى. يبقى بيحافظ على النظافة، بيتأكد من جودة وصيانة كل الآثاث والمعدات في المدرسة، يعني بيتأكد إن الفصل بتاعي سليم، إن كل المرافق سليمة، كل الآثاث سليم، كل المعدات اللي أنا بستخدمها علشان ما يحصلش تلف أو كمان يحصل إصابة لأي تلميذ أو أي فرد داخل المدرسة. تمام يا ولاد؟ يبقى عامل النظافة يا عمر. عمر اتفضل افتح المايك، تقدر تقولي دوره ايه يا حبيبي؟ اتفضل يا عمور، يلا افتح المايك يا عمر، المايك مقفول يا حبيبي، دوس على المايك الأول. يحافظ على النظافة، يتأكد من جودة وصيانة كل الأثاث والمعدات. شطور يا عمور، برافو عليك يا حبيبي. طيب في حاجة من اللي أنا قلتها لحد دلوقتي صعبة؟ ماشي، يبقى احنا اتكلمنا عن ايه يا روضة؟ اتكلمنا عن أمين المكتبة، اتكلمنا عن المعلمون، وكمان عرفنا يا مس إن مدير المدرسة هو المسؤول الأول عن المدرسة، واتكلمنا عن عامل النظافة. عندي مين كمان؟ موظف الاستقبال. مين هو موظف الاستقبال؟ الشخص اللي بيكون مسؤول عن استقبال الزوار، من اسمه كده اهو استقبال، يبقى بيستقبل الزوار، بيرد على الرسائل الإلكترونية، كمان بيجيب عن جميع الأسئلة. تمام؟ أنا مثلا يا مس رايح المدرسة أول مرة، أبدأ عايز مثلا إن أنا ألتحق بمدرسة، وببدأ إن أنا أستفسر عن نظام المدرسة، سواء المدرسة الإلكترونية أو المدرسة الحضوري، مين اللي بيجاوب عليا؟ موظف الاستقبال، بيرد على الرسائل، بيجيب على أهم الأسئلة، وكمان بيجيب على الهاتف المحمول، كمان بيرحب بزوار المدرسة. موظف الاستقبال، ما ينفعش يكون في مدرسة وما يكونش في موظف ايه؟ استقبال. تمام ساندي الألف، يلا يا ساندي، ها موظف الاستقبال دوره ايه؟ يرحب بزوار، بزوار المدرسة، وترد على الرسائل الإلكترونية، وتجيب على الهاتف. تمام، برافو، ممتازة. طيب في أي حاجة صعبة كده؟ طيب تعالوا يلا نشوف مين تاني من الأشخاص الذين يعملون في المدرسة. الزائرة الصحية، ها مين الزائرة الصحية؟ يا مس دي بتكون طبيبة بتعتني بالتلاميذ المرضى، بتعتني بالتلاميذ المرضى، أو أي تلميذ أو أي شخص يتعرض لحادثة بسيطة خلال اليوم الدراسي. إحنا بنلعب مثلا يا مس وزميلي وقع وتعور، هنجري نوديله للمستشفى، ولا بيكون في حد في المدرسة مسؤول عن الاعتناء بالتلاميذ المرضى أو الحوادث البسيطة؟ أيوة في حد يا روضة، بنقول عليها الزائرة الصحية. اسمها إيه؟ زائرة صحية. تمام يا ولاد؟ يبقى الزائرة الصحية مهمتها إيه؟ الاعتناء بالتلاميذ المرضى، وكمان التلاميذ أو الأفراد الذين يتعرضون لحادثة بسيطة خلال اليوم الدراسي. يلا يا مريم، يلا يا مريومة، ها مهمة الزائرة الصحية إيه؟ مريومي. طيب مهند، اتفضل يا مهند، الزائرة الصحية مهمتها إيه؟ تعتني بالتلاميذ المرضى أو
الذين يتعرضون لحوادث. لحوادث بسيطة خلال اليوم الدراسي. برافو، ممتاز يا مهند، شطور. يبقى احنا كده اتكلمنا عن أمين مكتبة المدرسة، واتكلمنا عن المعلمون ومدير المدرسة وعامل النظافة وموظف الاستقبال والزائرة الصحية. يا مريومة يا اللي ما ردتش عليا تاني، تقدري تقولي لي يا مريم مهمة مدير المدرسة؟ المدير، هيا يا مريومة، هو مريوم. طيب يلا يا مازن محمود، مدير المدرسة، يلا يا ولاد، انا مش مطلوب مني الدرس ده غير اني انا احفظ مهام كل شخص يعمل داخل المدرسة. مازن محمود، مدير المدرسة يا مازن. يحفظ كل المهام التي يقوم بها كل شخص في المدرسة. بيعتني بإيه؟ ها، أول حاجة هو المسؤول الأول عن المدرسة، هو المسؤول عن كل حاجة. تاني حاجة بيتأكد من اتباع جميع الأفراد لقواعد العمل. ماشي يا مازن؟ تمام. شطور يا مازن، ممتاز. يلا يا ملوكة، قوليلي مهام موظف الاستقبال يا ملوكة. لوكا، يلا يا ملك، موظف الاستقبال. طيب دودو، يلا يا دودو، نعم يا مس، مهام موظف الاستقبال. يستقبل الطلاب، الزوار، وايه كمان يستقبل الزوار، بيعمل ايه تاني؟ ها، يجيب على الهاتف، صح؟ وايه كمان؟ يجيب على الرسائل، صح؟ الإلكترونية، مش كده يا ولاد؟ طيب عمر تامر، يا عمر تقدر تقولي مهام المعلمون؟ هيا يا عموري لا اتفضل. إذا عمر، رسولة للطلاب، وايه كمان؟ شطور، ايه تاني؟ علي صوتك شوية يا عمر عشان نسمع. بيدرسوا الطلاب. وايه كمان؟ هيا يا عمور، غير التحضير للموضوعات. ها، ما كنتش موجود في أول الدرس. طيب نقدر نقول تاني يا عمور، المعلمون المهمة بتاعتهم مش بتنتهي عند شرح الدروس أو علشان كمان يحضروا الموضوعات وتصويب الواجبات، لأ، كمان يا عمور المعلمون مسؤولون عن الاعتناء بالتلاميذ، عن إيه كمان؟ توجيه التلاميذ للصواب، حل مشكلات التلاميذ. يعني يا عمر لو انت عندك مشكلة تقدر ان انت تسأل المستر او المس علشان يحلولك المشكلة بتاعتك او يوجهوك للتصرف السليم. ماشي يا عمور، اتفقنا يا حبيبي؟ طيب محمد رجب، محمد تقدر تقولي مهام الزائرة الصحية يا محمد؟ محمد رجب، مهام الزائرة الصحية تعتني بالتلاميذ ايوه شطور والذين يتعرضون لحوادث بسيطة خلال يوم الدراسة. يا محمد، برافو يا حبيبي، جميل. عليا، تقدري تقولي لي يا عليا مهام امين مكتبة المدرسة؟ نعم يا مس، مهام امين المكتبة، أمين مكتبة المدرسة. بيساعد مس الطلاب في إنهم يختاروا الكتب اللي عاوزينها، و برافو، صح. ايه كمان؟
ويعتني بإيه؟ بالكتب والموسوعات ومصادر المعرفة المختلفة داخل المكتبة. برافو. وإيه كمان؟ أنت قلت لي بيساعد التلاميذ على العثور على المعلومات. شطور، برافو. في أي حاجة يا حبايبي من اللي أنا قلتها صعبة عليكم؟ عيد تاني. ها؟ طيب احنا كده الدرس بتاعنا خلص سهل جدا. احنا النهارده اتكلمنا عن ايه؟ طيب الاستقبال. حد بيقول لي انا مش فاهمه يا مس موظف الاستقبال، مين هو موظف الاستقبال؟ ها انتي اسمك ايه بس؟ داري ماشي يا دارين. مين موظف الاستقبال يا دارين؟ ده الشخص اللي بيكون موجود علشان يرد على كل الأسئلة، علشان يرد على الهاتف، علشان يجيب على الرسائل الإلكترونية، وعلشان يستقبل الزوار اللي بيجوا المدرسة. أنا مثلا يا مس عايزة أروح مدرسة معينة، لكن ما عنديش معلومات عن المدرسة دي، هتسألي مين؟ هتتصلي بالمدير ولا هتتصلي بموظف الاستقبال؟ هو اللي هيرد عليكي على طول، بيكون في رقم بتتصلي بيه اللي بيرد عليكي أو بيرد على الرسائل اللي بتيجي على البيج بتاعة المدرسة، هو موظف الاستقبال، بيقول لك كل المعلومات اللي انت عايزة تعرفيها. تمام يا دارين؟ معايا يا حبيبتي؟ طيب مثلا احنا عايزين نشترك في أكاديمية ام اس، هنكلم مين؟ موظف الاستقبال، هيبدأ يعرفك كل المعلومات عن الأكاديمي وعن المدرسة الإلكترونية، وهيديك كل التفاصيل، هيرد على الرسائل الإلكترونية، هيجيب على الهاتف لو اتصلتي إيه بالتليفون. في أي حاجة صعبة؟ فهمتي كده يا دارين؟ طيب يبقى احنا يا مس اللي احنا عرفناه كده الحصة دي، ان احنا اتكلمنا ان المدرسة بتقدم لنا الدعم يعني المساعدة من خلال اشخاص بيعملوا داخل المدرسة، بيشتغلوا في المدرسة. هم مين؟ موظف الاستقبال، مين تاني؟ عامل النظافة. تمام. مين كمان؟ المعلمون، المدير، مدير المدرسة. ايه كمان يا مس؟ امين المكتبة. اتفقنا يا حبايبي؟ خلاص. طيب هنتكلم، هنحل مع بعض الأسئلة. يلا يا أسيل، أسيل هاني اتفضلي يا أسيل، اقرأي رقم واحد كده في صح وغلط. مدير المدرسة هو المسؤول الأول الأول عن المدرسة. ها صح ولا غلط؟ مدير المدرسة هو المسؤول الأول عن المدرسة؟ صح. صح، هو المسؤول الأول، هو كمان المسؤول عن إن هو يتأكد إن كل العاملين في المدرسة بيتبعوا القواعد. سجى وحشتيني. يلا افتحي المايك حضرتك أكتر للرقم يا اتنين. مس، تروحي بالزائرة الصحية بزوار المدرسة وتجيب عبر الهاتف خطأ. خطأ. الزائرة الصحية بتعتني بإيه يا يا سجى؟ إيه دورها؟ مهمتها إيه؟ سجى يا روان، الزائرة الصحية مهمتها إيه؟ افتحي المايك يا روان. يعني بس يلا الزائرة الصحية مهمتها ايه؟ دورها ايه؟ روان يا أسيل، مش عارفين دور الزائرة الصحية؟ هي بتعتني ب أسيل، أسيل هاني. يلا لا قوليلي الزائرة الصحية مهمتها ايه؟ بتعتني بالتلاميذ الايه، المرضى او الذين يتعرضون لحادث بسيط، لو حد تعرض لحادث داخل المدرسة. تمام يا ولاد، الزائرة الصحية اللي بتعتني بيه، بتكشف عليه. خلاص. طيب
يلا يا نادين اقرأي سؤال رقم 3. نادين افتحي المايك يا نادين لو سمحت. ايه يا ولاد نايمين ليه؟ طب يلا يا جنى، نعم يا مس، يلا يا حبيبتي سؤال رقم 3. يوفر أمين مكتب الطعام للتلاميذ خطأ. خطأ. طب تقدري تقولي لي أمين المكتبة بيعمل ايه؟ ايه دوره؟ أمين المكتبة يا مس اللي هو بيحافظ على الكتب في المكتبة. برافو، بيعتني بالكتب ومصادر المعرفة، وكمان بيعمل ايه؟ بيساعد. بيساعد التلاميذ على ال يعني على اللي هو العثور زي على العثور على المعرفة. الكتب. برافو، والمعلومات. شطورة يا نادين. طيب سارة وائل، سارة أنور عفوا. يلا يا سارة اتفضلي سؤال رقم 4. وحشتيني يا سارة. حاضر يا مس، اتفضلي يا سارة. يحافظ عامل نظافة المدرسة وأثاثها. غلط يا مس. غلط، عامل النظافة مش بيحافظ على نظافة المدرسة. يحافظ يا مس. يبقى الإجابة صواب ولا خطأ يا سارة؟ أوه. صح، برافو عليكي. طيب هنحفظ الصورة دي، ناخد لها سكرين علشان هبعتها لكم على طول بعد الحصة. يلا جاهزين نحل تاني؟ يلا مسكت من المايك ولا خلاص؟ لا، قفلي المايك يا سارة. ثواني يا حبايبي هنحل مع بعض تاني. يلا بينا نفتح الكتاب بتاعنا. عامة مع بداية الدراسة إن شاء الله هيكون الكتاب متوفر معاكم، واللي مش معاه الكتاب الكتاب هينزل على المنصة بإذن الله. يلا بينا. اتفضلي يا زهرة. زهرة اقرأي كده يا زهرة سؤال رقم 1 في صواب وخطأ. اوكي وردي. وفر وفر أمين المكتبة المدرسية الطعام للتلاميذ ها، خطأ. بيوفر الطعام يا زهرة صواب ولا خطأ؟ خطأ. شطورة، ممتازة. بسنت وبتول. بسنت ولا بتول؟ افتحي المايك. ها، بسنت ولا بتول؟ يلا افتحي المايك. طيب مريم اسلام، افتحي المايك يا مريومة. أي مس؟ يلا يا حبيبتي جاوبي سؤال رقم 2. نعم يا مس. 2 في صح وغلط يا مريم. مهمة الزائر الصحية تأكد من نظافة المدرسة والفصول الدراسية. ها، لا غلط. غلط، الزائرة الصحية بتعتني بالتلاميذ المرضى. شطورة يا أيوة. مريومة. طيب ميدو سلام أو سالم. ميدو سؤال رقم 3. ميدو افتح المايك. يا ميدو افتح المايك لو سمحت. ميدو طيب يلا يا حبيبة. حبيبة سؤال رقم 3. يقوم المعلم. أي ميس، علي صوتك شوية يا حبيبة. يقوم المعلم. المايك فين؟ المايك مفتوح. يلا يا حبيبة اتفضلي.
يقوم المعلم بتسريب ومراجعات الأعمال التي يقوم بها التلاميذ. صح. صح، برافو عليكي، شطورة. طيب يلا يا رودي، سؤال رقم 4. نعم. اتفضلي يا رودي، الرد على الهاتف. داخل مدرسة مهمة يقوم بها أمين المكتبة. صح. الرد على الهاتف، أمين المكتبة هو اللي بيرد على الهاتف ولا مين؟ ولا موظف الاستقبال يا رودي؟ ها، مين اللي بيرد على الهاتف؟ موظف الاستقبال، مش الأمين، مش أمين المكتبة. تمام. طيب محمود، يلا يا حودة، سؤال رقم 5. حبيبي علي صوتك، يلا جاوب سؤال رقم 5. يلا يا محمود، مهمة المعلم تمام يا حبيبي؟ طيب ميمو، ميمو معتز. يا ميمو جاوب سؤال رقم 5. مس والله الأربعة إيه؟ يا ما مس أعرف والله، والله يا بعد مس ما إيه؟ سؤال رقم مهمة، 5. مهمة المعلم. مهمة المعلم واحدة داخل وخارج داخل الفصل. وخارج الفصل. خطأ. خطأ، لأن داخل الفصل المعلم بيعمل إيه؟ بيشرح الدروس، بيبدأ إن هو إيه؟ يصوب الواجبات. لكن خارج الفصل بيعمل ايه يا ميمو؟ ها، بيساعد التلاميذ على حل المشكلات. صح كده يا ميمو؟ صح. برافو. يلا يا رفايدة، اقرأي كده سؤال واحد في اختر يا رورو. رفايدة اتفضلي. احدى مهام، مصطفى، يلا رقم واحد اختر يا رفايدة. إحدى مهام موظف الاستقبال داخل المدرسة هي الرد على الرسائل. شطورة، برافو عليكي، ممتازة يا رورو. مازن، يلا يا مازن محمود، سؤال 2. تمام. يقوم إيه بالإشراف على جميع العاملين في المدرسة؟ مدير المدرسة. المدير، برافو، لأن هو المسؤول الأول زي ما قلنا عن المدرسة. شاطر. جودي سمير، يلا يا جودي، سؤال رقم 3. البنطلون الأسمر هابس بنطلون زي ده بابا، بابا نعم هابس بنطلون تاني أرجع نعم تعلم تعلم كلثوم كلثوم تمام. جودي سمير، يلا يا جودي. لا لا لا، طب محمد النجار، يلا يا محمد، نعم 3 في اختر يا حبيبي. حاضر. تعتبر تعتبر مدرسة جزء مهم من المجتمع. فين 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 برافو، فين حبوه سمع. المجتمع جزءا مهما، برافو. يبقى المدرسة جزءا مهما بلغي ايه؟ الصوت بيقطع شوية. طيب يلا فارس تامر، اتفضل يا فارس. فارس، نعم يا مين. سؤال رقم 4 يا حبيبي. الاعتناء بالتلاميذ المرضى داخل مدرسة تقوم مهمة، بها علي صوتك شوية يا فارس. بابا بابا صحي ازاي؟ المعلمة، مذيعة المعلمة، مكرونة اقرأ كل الاختيارات يا فارس. المعلمة، موظف المرضى،
موظف موظفة الاستقبال، بتضايقني قوي. بقيت الصحية، مهندسة الصحية. بيصرف كتير. الإجابة إيه؟ تبالي الإجابة مين اللي بتعتني بالتلاميذ المرضى داخل المدرسة يا فارس؟ زي العيلة الصحية. شطور يا فارس، الدائرة الصحية، ممتاز يا حبيبي. طيب أتمنى النهاردة إن أنتوا تكونوا استفدتوا يا أولاد، هي حصة خفيفة وشرحنا فيها موضوع بسيط، وإن شاء الله بإذن الله هنستكمل موضوعاتنا. أول ما هنبدأ الترم هبعت لكم واجب أتمنى نحله، وأشوفكم إن شاء الله على ألف خير مع بداية الدراسة. مع السلامة يا حبايبي. البنت ده حرامي، ما خلصها.